السلام عليكم سيدتي، مرحبا بكم معايا في نهار جديد وموديل جديد. جبت لكم اليوم واحد الموديل اللي هو عباره على جلابه مونطو في هذا الشكل، في سنيسله هكا كاشي حتى لتحت، ودي بتيت بوش هنا في لي كوتي كيحمقوا مع هذا الفورور وهذا القب. غادي نفصل هذا المونطو ونمونطيوه، ما تمشيو فين، خليكم معانا. عندي هنا 2 متر ونص ديال الثوب في الطول ومتر ونص في العرض. نبداو على بركة الله. كناخد التويب ديالي كنطويه على 2، ومن بعد كنطويه على 4. وعلى 4 كنجي لهاد الجهة هادي اللي محلولة هكا، كناخد فيها واحد العبار ديال 4 سنتيم هكا، 4 حتى لتحت واحد الخط ديال 4 سنتيمتر، وكنطوي هكا فوق منه. والان كناخد الطول ديالي، عندي هنا متر و40 سنتيم. والان بعد ما خليت هاد العبار ديال 4 سنتيم هكا وحطيت هاد الجهه ديال الخلف بهاد الطريقه، كناخد من هاد الجهه ديال الخلف هنا كناخد 8 سنتيم ديال الكول او ديال العنق، كنهبط بجوج سنتيم وكندير التقويره ديال الخلف بهذا الشكل. من بعد كناخد الكتف اللي عندي فيه 21 سنتيم، كنهبط من هنا لهنا ب 4 سنتيم، وكنحدد الكتف النقطه ديال الكول مع النقطه ديال الكتف بهذا الشكل هكا. ومن بعد كنهبط بالخط ديال التركيز ب 20 سنتيم، كنتقابل مع هذيك 20 سنتيم، وكنخدم الصدر اللي عندي فيه 32 سنتيم. كنذكر سيداتي ان هاد السيده العبار ديالها اكس ال. من بعد كناخذ البيروكي ديالي وكنتراسي بهذا الشكل، او كنحدد الدوره ديال التركيز هكذا. من بعد كنجي لهاد الجهه ديال الصبغه، كناخذ 12 سنتيمتر ثم 12 سنتيمتر واحده اخرى، كنجي لهاد الجهه كندخل ب 2 سنتيمتر وكنحدد الايفازي ديالي بهذا الشكل. كنتمنى يكون واضح حتى الاسفل. ديال الخلف ونخلي فقط الجهه ديال الامام اللي مفتوحه هكا. كنحاول نطوي هذيك 4 ديال السنتيم اللي خدمت فيها او اللي خليتها على حساب السلسله، كنطويها هكا وكنهبط فيها ب 10 سنتيم، وكندير التقويره ديالي هكذا. كنجي لهاد الجهه ديال الامام هنا بهاديك 1 سنتيمتر هكا، واحد الحرقه هكا باش كيجي الفرق ما بين الامام والخلف بهذا الشكل. بما انني غندير هنا السلسله، لو انني غندير الصدف سيداتي كنت غادي نخليهم بحال بحال، ما نقطع حتى حاجه، ولكن بما انني غندير السلسله غادي نحيد هاد الجهه ديال اللي هي اليمين، هي هادي اللي غتكون فيها لاكخوازيور اللي غتطرق لينا السلسله، وغادي نجي لهاد الجهه هادي اللي نحذف منها من هنا 1 سنتيمتر. غنخدم نحيد واحد السنتيم حتى الاسفل. ها هي كنحيد هاد السنتيم هكا، حيدته من الاسفل الى الاعلى بهذا الشكل. ناخذ العبار ديال التركيز، كنخلي سنتيم ديال الخياطه وكنعبر هكا الدوره ديال التركيز اللي عندي فيها 29 سنتيم. كناخذ الطرف اللي بقى ليا كنطويه على 2، ومن بعد كنطويه على 4 باش ناخذ منه الكمام ديال المونطو ديالي. كناخذ هنا 29 سنتيم في هذا العرض، كنهبط من هنا ب 12 سنتيم، وكنجي لهاد لو كوتي هذا اللي اوبلي، كناخذ العبار من هاد النقطه حتى لهاد النقطه
29 سنتيم اللي لقيتها في الدوره ديالكم، وكندير واحد الدوره ديالي بهذا الشكل هكا، وكناخد الطول ديالكم اللي عندي فيه 60 سنتيم، وكناخد با دو مونش او اسفلكم اللي عندي فيه 14 سنتيم، وكنلاقي هاد النقطه ديال الاعلى لكم مع النقطه ديال الاسفل لكم بهذا الشكل. من بعد سيداتي، وانا باش نحيد واحد الحرده هنا، كندخل من هنا لهنا من الوسط ديالكم بواحد 1 سنتيمتر هكا، وكنبقى نهبط بها هكا حتى الاسفل لكم مع الحفاظ بهاد النقطه ديال 14 والنقطة ديال 29 ديال أعلى لكم. كميمات هما هادو، والآن كناخد هاد التوب اللي بقى ليا كنطوي عليها جوج هكا باش كنخرج منه القب ديال الجلابة مونطو ديالي. كناخد فيه هنا 40 سنتيم، كناخد في أعلى القب هنا 30 سنتيم، وهنا اسفل القب كناخد 26 سنتيم. كنجي لهاد الجهه هادي، كنلاقي هاد النقطه ديال اعلى القب مع هاد الجهه ديال اسفل القب بهذا الشكل، كيجيني واحد الخط انكليني هكذا، وهنا كيجيني خط هكا عادي بهذا الشكل. هنا عندي 30 سنتيم، هنا عندي 40 سنتيم، وهنا عندي 26 سنتيم. كنطلع من هنا لهنا ب 6 سنتيم، وكندير واحد الانحناءه من هذيك 6 سنتيم حتى لهاد لو كوتي او هاد القنت هذا ديال القب، باش كنحصل هكا على هاد القب مونطو بهاد الطريقه. وكنجي لهاد القنت هذا ديال القب ديالي، وكنديرو دائري باش ما يجيش بوانتي بحال شي جلابه عاديه. كندخل فيه 3 سنتيم من هنا و 3 سنتيم من هذه الجهه، وكنقور هكا هاد لو بيك هذا، كنحيدو بهذه الطريقه هكا. كنفتح القبط ديالي من هنا، وهكا كنكون حصلت على قب مونطو بهذا الشكل. ودابا غادي ندوزو للجويبات اللي غادي نخدم معكم في هاد جليبه مونطو او في هاد المونطو ديالي. غادي نحاول نعطيهم واحد الشكل اللي هو هكا، غنحطو فوق الجلابه يعني دي بوش بلاكي، غادي نعبر فيهم هنا 30 سنتيم، وهنا غناخد 24 سنتيم. وكنجي لهاد الجهه الفوقانيه هنا كنخلي فيها 12 سنتيم، وكندير واحد الفتحه اللي ديال الجيب اللي غادي يدخل فيها اليد ديالنا، كنخلي فيها 16 سنتيم، وكنطراسي بهذا الشكل. كنقطع الجيب ديالي، كيجيني على هاد الشكل، وكنفتحو باش كيعطيني جوج جويبات بهاد الشكل. وهادي هي الفتحة ديال الجيب ديالي، غيجيني على هاد الشكل. وكذلك منساش عندي هنا واحد الطرف ديال الفورور، منساش أنني نزين به هاد الجلابة ديالي أو هاد بعد ما ساليت معاكم الفصالة ديال هاد المونطو، غادي ندوزو نشوفوا المونتاج ما تمشيو فين. خليكم معايا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.
لكم المونتاج ديال هاد الجيلبة مونطو هكا بهاد الفورور وهاد السنيسلة هكا كاشي كيف كتشوفوا سنيسلة كاشي. غادي ندوز نفينيها نربصيها وندوز نشوفوا الشكل النهائي في المانكا ان شاء الله بحول الله. وهذا هو الشكل النهائي سيداتي لهاد الجيلبة مونطو ديالي. انت كتشوفي غزالة راقية تتحمق. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم سيداتي، ولا عجبك الفيديو ما تنسيش قبل ما تخرجي تخلي لي اشتراك ولايك وشي كومونتير زوين، والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.